تقدير كده، يعني مثلا لما تم قرار تعليق الطيران لمدة أسبوعين، معالي رئيس الوزراء قال إنه الخسائر تقديرا كده ممكن توصل 2.25 مليار، تقليل الإنتاج. وحضرتك قلت بحسم إنه هيقل الإنتاج، العائد هيقل، بس مش مهم، المهم الناس. لكن التقديريا كده ما ممكن. هو مع حضرتك التقدير له علاقة بالمدة، آه والمدة يعني يمكن الطيران لحد أسبوعين تقدر تحسبها. تحسبها. أما بالنسبة للمصانع والإنتاج، إحنا لازلنا عندنا مخزون، فينفع نبيع من المخزون مش من البتاع، هيبقى صعب. وصناعة صناعة، إنما في قطاعات هتتأثر مباشرة بدون يعني أي مواراة، زي الفنادق. فالفنادق إحنا الفنادق. طبعا فنادق في مارس احنا بنتكلم على من 40 ل 50% تأثير بالمقارنة بمارس او ما انقضى من مارس عام 2019. من 40 فدي واضحة، ل 50. من 40 ل 50% حسب الفنادق. احنا عندنا 29 فندق، فالتأثر 40 50%، وهيبقى ازيد من كده قدام، يعني ده المتوقع يعني. في مساحات اخرى او شركات او مصانع اخرى نقدر نقرب النسبة. لا، دي اكتر حاجة يعني الفنادق بارزة. اللي واضحة. والسياحة طبعا اللي هي متعلقة بيها، وهي شركة قبضة واحدة، السياحة والفنادق برضو نفس الشركة فيها المتاجر اللي هي زي هانوس دماوي، المتاجر الكبيرة ديبارتمنت دي ستورز اللي يعني. بيبقى برضو عليها فدي الناس برضو دي بتنزل برضو تشتري، دي برضو فالوقت يعني اقل. اي حاجة فيها تجارة النهاردة خلاص راحت. فبنأمل ان هو يعني ما يستمرش الكلام ده بعد الصيف، ويكون يعني خسارة بسيطة زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للخسائر في البشر. اي سيناريو يا فندم يعني بتبقوا شغالين عليه التخطيط، يعني بيبقى عامل حساب انه ممكن تحصل ازمات او تحصل مشاكل. احنا قدام مساله زي ما نقول كونيه، مش مجرد ازمه حلها معروف مظبوط او مظبوط. ال ال الوقت هل في سيناريوهات للتعامل؟ يعني لو احنا قعد قد ايه هنعمل ايه لو كمل بالنسبة للشركات، هو الهم الأكبر الحقيقة هو بالنسبة للحكومة ككل ككل. وكمجتمع ككل واقتصاد ككل، هو ده اللي الواحد معني بيه أكتر يعني. وأنت بتحاول تتلمس السيناريوهات المختلفة، لأنك دي زي ما بيقولوا يعني طريق غير لم يتم المشي فيه قبل كده، بالظبط. بالظبط. فأي حاجة ممكن إنها تبقى سيناريو محتمل يعني. مفيش السيناريوهات اللي احنا متعودين عليها في التخطيط بالظبط. اللي هو الأكثر تقديرا ثم الأسوأ ثم الأفضل، لا، ده كل واحد كل السيناريوهات محتملة، كل الاحتمالات يعني يصعب إن أنت تتنبأ بيها. بس في حاجة أهم بقى من الكورونا نفسها، وهي مجتمع ما بعد الكورونا أو اقتصاد ما بعد الكورونا، لأنه دي مهمة دي. دي مهمة، لأنه الكلام ده أنا ما بتكلمش على مصنع ولا حتى على اقتصاد دولة، إحنا بنتكلم على الاقتصاد العالمي. مفيش شك إن إحنا هنخرج من القصة دي بترتيبات أخرى، يعني أدي لحضرتك أمثلة. اتفضل. ما يسمى السبلاي تشين أو سلسلة الإمدادات، العالم خلاص اتعرف إنها مش مسألة سعر، لا، هي مسألة تأمين مصادر متعددة. الكلام ده في حاجة زي الهندسة أو المشروعات أو الاتصالات الناس حافظاه، إن أنت عندك خط ضروري يبقى عندك خط بديل احتياطي، موقع لاستضافة السيرفرز، موقع احتياطي. الدنيا ما كانتش ماشية كده بقى بالنسبة للصناعة اللي هي مسؤولة عن 80% من الناتج هنا القومي العالمي. بنتكلم على الكورونا غيرت او غيرت بتغير ازاي المفاهيم في التفكير طبعا والمفاهيم. طبعا. طب ده مثال. اتعودنا ان الصين، بس دي ملهاش علاقة قوي بالكورونا، بس يعني ساهمت انه يمكن الحرب التجارية كمان بين امريكا امريكا والصين والصين ساهمت كمان اكتر. عرفنا انه الصين خلاص مش ما بقتش المكان للمستقبل. اتعودنا 20 سنة اللي فاتت انه ده النمو كله حاصل في الصين.